في درسنا لليوم رح نتعرف على علم الميكانيك وأقسامه، وكمان رح نحكي عن الحركة وأنواعها. علم الميكانيك بناقش ثلاث مواضيع رئيسية. الموضوع الأول motion، يعني حركة الأجسام. الموضوع الثاني forces، يعني القوى المؤثرة على الأجسام. الموضوع الثالث deformations، يعني التشوهات اللي بتسببها القوى على الأجسام الساكنة. علم الميكانيك بنقسم لثلاثة أقسام. القسم الأول بنسميه kinematics، أو علم وصف الحركة المجردة. في هذا القسم بنوصف حركة الجسم بدون ما نهتم بسبب الحركة، يعني بنهتم بموقع الجسم والسرعة والتسارع عند لحظة معينة. القسم الثاني dynamics، وهذا القسم بيهتم بدراسة القوى وتأثيرها على الحركة. القسم الثالث statics، في هذا القسم بنهتم بدراسة الأجسام الساكنة، وتطبيقات هذا القسم مهمة في مجال هندسة الميكانيك والهندسة المدنية والعمارة. إذن علم الميكانيك بيهتم بالحركة. السؤال هو شو هي الحركة؟ الحركة باختصار هي عبارة عن تغير في موقع الجسم، والحركة لها ثلاث أنواع. النوع الأول الحركة الانتقالية Translational Motion، وإلها ثلاث أشكال. الشكل الأول Rectilinear Motion، يعني حركة خطية. الشكل الثاني Curvilinear Motion، يعني الحركة على شكل منحني. الشكل الثالث Circular Motion، بكون فيها الجسم بدور حول نقطة مركزية. النوع الثاني من أنواع الحركة الحركة الاهتزازية Vibrational Motion، والحركة الاهتزازية هي عبارة عن حركة مكررة برجع فيها الجسم لموقعه الأصلي. النوع الثالث من أنواع الحركة الحركة الدورانية Rotational Motion، بكون الجسم بدور فيها حول محور مثل حركة الأرض حول محورها.